يأمر في استمرارية اللعب. الكرة من مايكون ممتازة إلى سلطان الغنام. سلطان من أجل انطلاقة في صالح النصر الآن من وسط ملعب الفيصلي، يلعب الكرة إلى مايكون أو إلى نور الدين مرابط. مرابط يحاول يعدي في كرة ملعوبة عرضية وراسية، الله ما تنتهي الهجمة للنصر إلى لا شيء. ومن خلفها نور الدين مرابط، مرابط لعب العرضية الأولى استفاد منها النصر. جوليانو في المتابعة، يا عيني يا جوليانو، كان على المتابعة جوليانو، متابعة رائعة جدا من جوليانو ليسجل النصر الهدف الثاني. النصر يتقدم من جديد في شوط المباراة الأول ويضيف هدف جديد في مرمى الفيصلي بعد عرضية مثالية بدأها نور الدين مرابط على الجهة اليمنى، الرأسية جاءت في العارضة ثم جوليانو في المتابعة الرائعة جدا. شوف العرضية، شوف العرضية مرة ثانية، نور الدين مرابط، مرابط بعرضية ثم الرأسية من الغنام جاءت في العارضة. المتابعة رائعة جدا من جوليانو، لا يمكن، لا يمكن أن تنتهي الهجمة النصراوية إلى لا شيء. وخلفها نور الدين مرابط، النصر يسجل هدف الثاني الآن في شوط المباراة الأول. شوف العرضية من مرابط، الرأسية من سلطان الغنام، والكرة في النهاية إلى الشباك، إلى هدف نصراوي. يا ولد، يا لعيب، يا لعيب، يا لعيب يا جوليانو، هدف ثاني في صالح النصر. بالمناسبة